توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن تظل واشنطن حليفاً ملتزماً للناتو بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية. وأشار ستولتنبرغ إلى أنه من المصلحة الأمنية للولايات المتحدة أن يكون لديها حليف قوي، مضيفاً أنه يتوقع أن يجد الكونغرس الأمريكي طريقة للاتفاق على الدعم المستمر لأوكرانيا. هذا ويناقش برلمانيون في الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الأمنيين أيضاً خلف أبواب مغلقة يناقشون إمكانية فتح بديل لحلف الناتو بعدما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخفض الإنفاق الدفاعي أو الانسحاب بشكل كامل من هذا الحلف. ويثير تصريح ترامب بأن بعض حلفاء الولايات المتحدة لا يدفعون ما يكفي عندما يتعلق الأمر بالتزاماتهم الدفاعية رد فعل كبير. فماذا سيحدث إذا انسحبت الولايات المتحدة بالفعل من حلف شمال الأطلسي؟ وهل هي قادرة على ذلك؟ انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو تهديد أمريكي مطروح منذ عقود كلما برزت مشكلة الإنفاق الدفاعي بين أعضائه، لكن أحدا من الرؤساء الأمريكيين لم يجرؤ على تنفيذ الفكرة، حتى أكثرهم ترديدا لها الرئيس السابق دونالد ترامب. لكن ماذا سيحدث إن نفذت واشنطن تهديدها؟ الحلف سيفقد ما يقرب من 70% من مجمل النفقات على الدفاع، كما يهدد الانسحاب الأمريكي من الحلف انتشار أكبر قوة عسكرية أمريكية تحت مظلة الناتو في 7 بلدان وأبرزها ألمانيا بأكثر من 40,000. أحد العناصر الرئيسية الأخرى التي قد يهددها انسحاب الولايات المتحدة من الحلف هي نظام الدفاع الصاروخي المنتشر في أوروبا والمصمم لحماية الدول الأوروبية من الهجمات الصاروخية بعيدة المدى والذي تديره الدول الأعضاء في الناتو. وتدفع الولايات المتحدة حالياً أكثر من 22% من ميزانية الحلف، بينما تساهم ألمانيا بنحو 15%، وكل من فرنسا وبريطانيا مجتمعتين بنحو 3% فقط. أنفقت الولايات المتحدة في عام 2019 ما يقدر عموماً بنحو 3.4% من إجمالي ناتجها القومي على الدفاع بحسب تقديرات حلف الناتو، في حين بلغ معدل ما أنفقته الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا 1.55% من إجمالي الناتج القومي لكل دولة منها. دق مشرعون أمريكيون ناقوس الخطر بشأن فشل الولايات المتحدة بمنافسة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية. يأتي ذلك وسط تحذيرات من المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والمصالح التجارية، لكن مع توسع التنافس بين البلدين في صناعة التكنولوجيا الحيوية يرى البعض أن القيود المفروضة على الشركات الصينية من شأنها أن تعرقل التقدم الذي يمكن أن يحقق منفعة أكبر للولايات المتحدة على كافة الأصعدة. سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الضوء على بحر الفلبين باعتباره مجالا جديدا للتوتر بين الولايات المتحدة والصين، قائلة إن السيطرة عليه ستكون ذات قيمة كبيرة في أي صراع بين البلدين حول تايوان أو بحر الصين الجنوبي. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن بحر الفلبين قد يكون مجالا جديدا للصراع بين الولايات المتحدة والصين، وإن السيطرة عليه ستكون ذات قيمة كبيرة في أي صراع بين البلدين حول تايوان أو بحر الصين الجنوبي. وأشارت الصحيفة التي رافقت القوات الأمريكية على متن حاملة الطائرات أثناء مناوراتها الأخيرة في بحر الفلبين إلى ظهور سفينتين صينيتين لجمع المعلومات الاستخباراتية على بعد بضعة أميال فقط من حاملة الطائرات الأمريكية. وأضافت الصحيفة أنه قبل 3 أشهر لاحظت اليابان حليفة الولايات المتحدة إقلاع مقاتلات الجيش الصيني وهبوطها مئات المرات من حاملة طائرات صينية في مكان قريب. وأشارت الصحيفة إلى أن بحر الفلبين كان موقعاً لمعركة حاسمة لحاملات الطائرات في الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة واليابان، والآن تتجمع حاملات الطائرات هناك مرة أخرى، وذلك بالنظر إلى أهميته في أي صراع بين بكين وواشنطن حول تايوان أو بحر الصين الجنوبي.
ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن الصين ستسعى في أي صراع واسع النطاق بشأن تايوان إلى استخدام المنطقة لاستهداف القواعد العسكرية التايوانية على الجانب الشرقي الجبلي من الجزيرة أو لفرض حصار عليها. كما أشارت الصحيفة إلى أن السيطرة على بحر الفلبين ستكون هدفا عسكريا حاسما في أي حرب بمنطقة شرق آسيا. كشف نحو 150 مؤرخا أمريكيا ضمن استطلاع جديد أجرته جامعة هوستن في الولايات المتحدة، كشفوا عن أفضل وأسوأ الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وكان دونالد ترامب الذي صنفته استطلاعات أخرى بأنه المرشح المحتمل الأقوى لرئاسيات نوفمبر هو الأسوأ بحسب المؤرخين. وفق الاستطلاع أيضا حصل الرئيس الحالي جو بايدن على المرتبة 14، فيما تربع أبراهام لينكولن على رأس أفضل رؤساء الولايات المتحدة. هذا وتقترب المنافسات الرباعية المبكرة لترشيح الحزب الجمهوري من نهايتها مع الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا بعد المؤتمرات الحزبية في آيوا والانتخابات التمهيدية في نيوهامشير ونيفادا. وفي السياق، كشفت وكالة رويترز أن داعمي المرشحة عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي يضخون مساعدات كبيرة لإبقاء ترشحها على قيد الحياة، ما يعكس اعتقادا متزايدا بأن هيلي لن تحقق فوزا مفاجئا في ساوث كارولينا، حيث يتمتع الرئيس السابق دونالد ترامب بدعم كبير. اختلافات كبيرة بين بايدن وترامب ليست فقط حزبية أو داخلية أيضا، بل إنها تطال السياسات الخارجية وكذلك ودائما لروسيا والصين وإيران الصدارة بهذا السياق. نتابع.